تدني جن سؤال مع حلول شهر رمضان ترحمت خان غي مهرش النغ أيضا هو ذي فقر الدم ني غاري العائلة إنه ذي فقر الدم ما تنصح الصيام أو غير ني غوا تنصح الصيام باش نجاوب سؤالي خصنا نعرف ما معنى فقر الدم. إذا أولا باش الإنسان ذي زوم من غوا ذي زوم يعني خصنا نسن من نوع فقر الدم إذايس ني لو دوغري الانيمي إذا فقر الدم هو الانيميا اوكي ومي قالو دوغري يعني الحدان فقر الدم ليس ديني انسان غاس فقر الدم يفسوس يمكن عرضنا انه خاص يتاثر شا ديني انسان اخر غاس يجن فقر الدم يجهد يمكن خاص يتاثر شهر رمضان. يعني ما معنى فقر الدم؟ فقر الدم يعني نقص في كريات الحمراء في الدم او نقص نسبه الهيموغلوبين في الدم. باش دوم شرح سجن الطريقه هذه فهمم هو نشين دي قدام منغ غنغشن الخلايا قناصه الكريات الحمراء اوكي. الكريات الحمراء من تقنت كسينت الاكسجين من تنفس قدمان توينت باقي الجسد اكسجين من دير السقير السقريج الماده قناص الهيموغلوبين يعني هيموغلوبين بمثابه يعني الكريه الحمراء بمثابه تاكسي باش نفهم توي الاكسجين قدمان غا الجسد. الهيموغلوبين هو المقعد الطاكسي مي خماني تغيما باغ اكزومبل الاكسجين سوني انت في الانسان مره تلاحظ خمي دايس فقر الدم مين تفيتك تفيت حرطاس ما يمي لان التاكسيات ني ساكون الاكسجين غادي ما تيري نقصن غا الجسد يعني الجسد يتيري يغوف شويه بنادم ديجا فقر الدم ورنس الشفا الطاس ما يمع لان اور نتي تعانني اذا من غير ما باش خمين كسي الاكسجين اذا من تعمر نس الاكسجين ما غنغدرو سني اذا من وري خصها تخدم دغيا دغيا باش القله اللي غنغي اذا من تخدم الطاس. ما معنى هذا؟ اذا انسان مرقهم غاس الهيموغلوبين تنقص ني غير الكريات الحمراء تنقص يمكن من داس غيوقع مرات غاس يجن فقر الدم يعني ماشي حاد ولكن ما بين حاد وعادي يمكن اثيري هذا سينقص باغ اكزومبل الضغط الدموي ديال رمضان يمكن روح ران الجوع خاص يعني روح ران فقد الدم ازدي سجن تعب ضم قراني يمكن خاص ياثر في الصحه يمكن غادي يسيري يعني شان الاعراض اسيقسوس جيف نيغول نسى يخدم كثر نيغسوني دونك القرار نصون ولا لا يتبدا نسبه يعني فقر الدم يعني انسان ما غيكسي العلاج عاود خصنا زمام شهر رمضان خاص ياثر في العلاج نيا يعني نورمالمون الانسان خمي دايس فقر الدم ابار العلاج كثر ما غنقصنا سي دما نتاكد خاص هذه سويا من الطاس ما يمي خمي السمانه الطاس العروق امي قانشين ضغط الدم انت تجاني دما ادويه عند الجسم يعني تبدا الدقه عدد قدم من قال اغلبيه المكونات نظام من قلمان انت في تنديس قرني ان الكريات الحمراء يسيدي شن لوني لذلك نسميها كريات حمراء خمين نقص عدد الكريات الحمراء يمكن هذه نقص راد لا بريسيون ارتيريال مرا اتونسيون ينقص اذا من وقعون شي مليح ديال الجسم يعني قناص زادت تنوبال لا يعني في هذه الحاله يمكن رمضان يبوذا اخس اثا واخا نسيور ذي الدقه بصفه عامه للنوم الحده باش نسيور خشا الانواع فقر الدم توري غير المغالطات الجايه التصغير وذان قناص باللي فقر الدم هو يعني مرادف نقص الحديد وهذا غير صحيح لان فقر الدم ليس اتصل الانواع طبعا ما يمس نترى غنشين مرادف النقص في الحديد لانه هو الاكثر انتشارا. اذا عند المراه من يعني السبب عند المراه غالبا 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 ذي الدوره الشهريه تير المراه تفقد الطاس دما نختار غاشن المشاكل ديال الوالده فقد دما وكيس انتشي السبب الاول غايا يزن تيري دي فاغيس اوسوفاجيان يعني تيري غاس يفقد دما يعني الجهاز الهضمي ونتا اميقا فقر الدم الذي يعني يكون ناتجا لنقص الحديد خميت راح بنادم الانسان غاو طبيب اتيشاس وزار باش غادي يعوض يعني الحديد نيلا تيروحن قاغهم تستغلغ
وخا حلقة رمضانية تستغل لي غادي نكون شغل الفرصة للسنة بأكملها خميس سمو الزرني وتصحي مشى الغلط تعوض مو الزري فقدن الجسم منهم سوني تفق بنادم يتراح غا اللابوراتواري تفديس فقر الدم نسنش ندي اللابوراتواري بلي فقر الدم ني نقصص وزار يتراح غا لفارماسي يصاغ وزار يسيث ثاني تدريج الظاهرة خطيرة أولا وزار يخسدهم تيوشو ضبيب تشخيص فقر الدم يخسدهيك وضبيب وزار مالات سويت كتازي ترتش هذه كميات كبيرة يمكن لهم يأثى خسا دونك يخسن السن بلي أولا تشخيص أضبيب هذوم يوش الدواء الكمية الدواء للمدة ذي غاتسوم الدواء ثانيتا تمزو عالوت إذن يود رمضان نشك تشفق يعني واه ونيتا اخس غدو من اخس محمي يعني ونيتا ديجن العلاج الذي يعوض يعالج الأعراض مش العلاج الحقيقي و لو تخيتمو ايتيولوجيك يتيري غا السبب خمين تحفق المرأة غاتشل المشكلة الرحيم اخس نعالج السبب لأن مرا نسوى الحديد نها غا نسبد الحديد هذا غيوقع نفس المشكل واني تخسر اذكتر نيود غا رمضان انسان ديس فقر الدم نقص الحديد وديس بوجن فقر الدم حاد اذا ما ذي زوم بلا اي مشكل اذا يتكوض رمغاض خميد غا يوض رمغاض نشين مارا نسن بلي الاكل يجانت يعني غنية بالحديد يعني ديني اللحوم الحمراء على حسب الانسان ما يسره لوش اثنى غنيت نغلى ديني الحديد المعدني والحديد الغير المعدني الحديد الغير المعدني يعني يتيري ذي القطاني اشنو رأس قرص تسو ذاك الشين نغ اوكي دقان استثمارا نغ ديني بنادميس دوا ديريكتس الاقرص ديريكت ما هو الخطأ الذي نرتكبه وانه بعد الاكل نغ بعد الدواء الانسان تفيث غنغنشين القاعدة الستي نستين غنسر قهوة سورتو ديال رمضان ان بعد الاكل بنادم مار اذا من تحت غاستوماغو ياخذ شوية قاصة سوار قهوة باش وتتسخ خطأ كبير وخطأ فادح ما يما قهوة والشاي دايسن اجن المادة منتج ترسق ذي الحديد تجا الحديد ويعتو شا غيدمن تمنع الحديد من الامتصاص تمنعه يعني الجهاز يعني الهضمي ان يمتص الحديد مار الحديد يسوي غدي الدواء نير كيخدي مشا يروح اذا بوذا سوغتي نير القهوة مشا غالبا ادراجيغ اجن ثلاثة انتعاثين بعد الاكل لكي باش بروبيتشا مارو الزر يتغذيز دي مشا غرمها